أعلن دكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد خلال المؤتمر الأول للجبهة الوطنية لمكافحة الإرهاب، أعلن عن تشكيل لجنة للتواصل مع القوى السياسية وجميع طوائف الشعب لمواجهة الإرهاب. دعا جميع القوى الوطنية للمشاركة في فعاليات الجبهة ولإنشاء جمعية أهلية لمساعدة أهالي الشهداء ماديا ومعنويا ودعم التجمعات المناهضة للإرهاب والتواصل المستمر مع أهالي سيناء. وقد تم اليوم عقد الاجتماع التأسيسي الأول لتشكيل جبهة وطنية واسعة لمواجهة الإرهاب الذي يستهدف أمن واستقرار ووجود الدولة المصرية. وقد اتفق الحاضرون في بداية الاجتماع على تشكيل لجنة للتواصل مع كافة الأحزاب والقوى الوطنية والشخصيات العامة والفنانين والأدباء والمثقفين والنقابات المهنية والعمالية والفلاحية والاتحادات الطلابية لضمهم إلى هذه الجبهة.